أنا نسيت حاجة من الدنيا. ارجعوا لي أمي بس. أنا أشتيت أمها. ارجعوا لي ولا أشتي حاجة من الدنيا. أمها ارجعي. خذي ما فعل. أمك فيك أمك أمك أنت أمي ما هو مالك؟ أصلاً ما ينفعش أضربه وبدن فيك اللي فيك فيك. ما قد ضربني شبي، ما لك تضربني؟ آه ما قد ضربني شبو. اسمعوا لي المضربة، آخر من يتكلم على المضربة. أصلاً اترك له فرصة، اترك له فرصة تجي يوم من المدرسة ومشان تمضرب علشان هو يصير يضربك. آه يوم الجمعة ما حد يضربني. يوم الجمعة عضوة يا حبيبي. قل لي قل لي أنتم معاكم حصة مضربة ومقررة عليكم أو كيف؟ أهلاً. اهلا من قد ضربك يا ابن مليحه؟ ما قلت ابن مليحه؟ يا بها قبل صاحبي في المدرسه انا اقول له صباح الورد وهو زعل مني زعل مني قوي وقال لي لا تذكر شيء اسمه لا وجمع خبرته وطعش الصبوع عليها وكتبوه في الشمس. رساله صباح الورد؟ يعني اسمه مو ورده قل له صباح الخير ليش عاد صباح الورد؟ ولو ما يصلحش يكتبوا اسم الام ما يصلحش عيب ولا عيب ولا شيء يا فوزي العيب انهم يكتبوا فوق الشميز ويحرموا ابن مليحه وافتخر سابر سابر يا ابن مليحه الحين يا بها يعني ولو كتبت لنا 3000 قيمه الشمس الله الله وهذا شمس ماله او تستحي من اسمه لا عادي انت تحب كوريكت يما ها ما ادري مالي قلقا البنات اخرين قوي يا ابني صلي على النبي حجة الغايب معه هيا بسرطو لو انتو سلمتوا لي البعض ساشتغل ما انتو قلقين القلق هذا بكم سواقة هي فن وذوق وأخلاق والثلاث الصفات هذه مشي متوفرة فيك سال عن وفرين يا ولدي البنات حلفين يمين ما يلمس السكان رجع ها؟ السلام عليكم رمزي عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام ما حد يضربني ما حد يضربني ما حد ضربني ولا ما مخرجك قد بدأت صيبا ما حد ما حد ضربني ما حد ضربك واضح واضح من وجهك انه ما حد ضربك انا قلت لك بقول له صباح الخير ايه انا المشكله قلت له صباح الخير طلع اسم امه صباح مش ورده عادي ايش فيها او اسم الام عيب من اي حي ما عرفتك اه